ألا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد من أحسن تمارين تخصصية للستلان هذا التمرين بدني ممتاز ممتاز. عدد الكرات التي توضع لكل لاعب ما تزيد عن 4 كرات. تبدأ أول لاعب من كل مجموعة الركض بالعلامة والرجوع للكرات. الكرات ما عندها إلا أنها مصفوفة، يأخذ كرة يستدير يعمل دحرجة يصوب من خارج منطقة الجزاء يروح بالعلامة مرة ثانية ويروح بالكرات مرة ثانية يجيب كرة ثانية يأتي بكرة ثانية يفعل مثل ما فعل بالكرة الأولى، ثم بعد تصويب الكرة الثانية يذهب للعلامة مرة ثانية ثالثة يروح للكرة الثالثة يأتي بالكرة الثالثة دحرجة سريعة يصوب على المرمى. لذلك التمرين يسمى تمرين تخصصي بدني فني للستة الأمامي. يعني سألني أخ عراقي من إخواني وأبنائي وإنسان محترم بالتعلم يحب يصير نجم بالتدريب وراح يصير إن شاء الله، هو الآن في طريق ده يبني نفسه بهدوء وبدون هاي الضوضاء اللي موجة الضوضاء اللي تركب البعض دون أن تكون ذات فائدة للناس، فقط كلام 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 وشكوى وشكوى وإقصاء إقصاء إقصاء، بدل أن الإنسان يحترم فكرة يضع فكرة ويترك الناس تتكلم، بس لا يتكلم عن نفسه لا يتكلم عن الناس. هو الإنسان إذا قيم نفسه وقع في ورطة في شراك كبير. قيم نفسك من خلال عملك. فهو أنا يعني قلت له هذا الكلام قلت له أجيب اسمه، قال لا سأ أنا أريد أبقى ومن يعني إطارك في التعليم وفي التدريب وفي التدريس. يعني قلت له الحمد لله شكرا. وبالمناسبة هو ما يسكن بالعراق يعني بريطانيا، لكن يروح ويجي وكذا دون أن يعني يروح للتلفزيون أو المقابلات. مدرب جيد وشاب وكان ما شاء الله سوى شايب كان عندي طالب التربية الرياضية، فهادئ جدا يعني مثقف، وأنا تعرفون أحترم المثقفين. فهذا التمرين أنا مجربه مرات أضع 4 كرات، لكن انتبه الساحب بالوسط يعني الكرات تبعد عن كل منطقة جزاء 15 يارد، فيكون عندي الركض الشطل هذا ممتاز ممتاز. كم مرة كل لاعب يسوي؟ كل لاعب يسوي 3 مرات 3 جولات. في 3 كرات راح يصير 3 في 3 راح يركض. شوف الركض 1 2 3 3 مرات يركض زين، وهو عنده كم محاولة؟ قول 4 3 مرات. هاي اضربها في هذا الركض كله راح يصير هذا يعني 12 ركضة 9 ركضات كله زين. لكن الركض بمعنى وهو انه ينفذ الركض يسموه هذا الشاتل رانينج، ذهاب اياب وذهاب واياب وذهاب واياب زين، وكله غاية بي استلم الكرة استدير بيها اروح اصوب واركض واركض استلم كرة اروح مو استلم انا ما اروح للكرة اني واسحبها سحب زين باي طريقة من طرق السحب الفنية وبام بام بام ممتاز يكون التمرين. انا يعني وانتو احسن مني كلكم، انا ايش اقول بهاي التمارين؟ دائما اقول انت 10 الكابتن مال هذا الفريق راح نسجل الأهداف سجلها، وأنت 9 كذلك أنت الكابتن مال هاي المجموعة راح نسجل الأهداف اللي صابوها. فيقف مدرب ومساعد مدرب هنا ويقف ويحسب يعني يحسب على الذاكرة 1 2 3. فبعد نهاية التكرار نحسب من سجل أكثر نعينك فائز بالمسابقة. فكري هذا فكري طبعا أفكاركم أحسن مني، ممكن أنت تعمل الأحسن. أسأل الله لي ولكم الصحة والعافية دائما وأبدا. أشكر الله
أنك معافى، وادعو دعاء سليم رب العالمين أن يشفي كل مريض ويرحم أمواتنا وأمواتكم إن شاء الله. دعاء مستجاب، لا تكتب شكرا ولا تكتب تمرين زين، قول آمين يا رب العالمين. مع السلامة لموفق المولى، شكرا جزيلا.